إلى هذه اللحظة، لحظة حبس الأنفاس اللي هي إعلان النتائج. نعم أعزائنا المشاهدين، إعلان النتائج، وبهذا الظرف أصوات الجمهور. اللجنة يعني خرج عن أطار الحكم، الآن الحكم للجمهور. في هذا الظرف ثلاث متسابقين تأهلوا ويانا، ثلاث متسابقين تأهلوا ويانا. نعم سيدنا العزيز، أكرر حضورك هو شرف كبير في هذه الحلقة. الله يبارك فيك. مثل ما تعرف تأهلوا ويانا ست متسابقين، ست متسابقين تأهلوا، وثلاثة راح ينالون الجوائز. نعم. وثلاثة لربما ما نصفهم الجمهور. كلمة للي ما نصفهم الجمهور. في البداية خليني أكرر شكري وتقديري واحترامي لصاحب هذه الفكرة، فكرة البرنامج ومعد البرنامج ومخرج البرنامج، القائمين على هذه القناة، وأيضا الشكر والتقدير إلى اللجنة الموقرة، وأيضا أشكر جميع المتسابقين. في الحقيقة أنا عندي رأي أو عندي فد كلمة لو تسمح لي فد يعني كلمة ثانية. نعم سيدي. إحنا عندنا أصوات رائعة أستاذ مصطفى، أصوات رائعة جدا عندنا وإمكانية مو طبيعية كانت بالبداية. صحيح. ومع الأسف الشديد الأغلبية منهم خرجوا من السباق. صحيح. ولو تجي تشوف السبب، أما هي حالة التلك أو هي بالأحرى هي أنا أسميها الارتباك. وأنا في رأيي الارتباك هي الخطوة الأولى للإبداع. ليش؟ لأنه الإنسان اللي يرتبك من الجمهور يعني يحترم الجمهور، يعني يخشى الجمهور، ولما يحترم الجمهور أكيد راح يرتبك. وبالأخص أكو عندنا ناس احتمال أول مرة يقف أمام لجنة، نعم مستثمر وكاميرات وجمهور ما شايف هاي الأجواء. إيه. فأنا حقيقة يعني رغم فرحي بهذه النتيجة وبهذا الناتج اللي تقدمته، ولكن حقيقة عندي احتراض لو سمحوا لي بي. يعني أنا كنت أتمنى أنه المراحل الأخيرة لا تتم عبر التصويت، كنت أتمنى هيك يعني، لأنه المراحل الأخيرة جدا مهمة، المفروض أتم عن طريقكم أنتم وحسب ما ترتئي اللجنة. ولو مداخلة سيدنا العزيز، دائما الجمهور كان غير راضي في أغلب الأحيان على قرارات اللجنة. اتهامات كانت كثيرة بالواسطة وغيرها وإلى آخره. يعني ها تبقى عصد. فإحنا آخر شيء. يعني أنا عندي، أنا مثلاً عندي أقرباء هواي يوقفون وياي أو محافظتي يوقفون لي. صحيح. قد أجيب. صحيح. بس أو بالعكس احتمال. بالمحصلة النهائية إذا تسمح لي، أنت هسه انطيت رأيك بالأصوات الستة اللي وصلناها. أنا رأيي كل الستة اللي أجوا هنا الآن واقفين أمامي وكلهم أوائل. إحنا أيضاً يعني أوائل، سواء كان أول أو خامس فهو أول. حتى نخلص من الحيرة، إحنا حتى نخلص حيرة والجمهور الرأي. سلم الرأي للجمهور. حتى وإحنا الستة اللي قدامنا هم أصوات جميلة ورائعة، أي واحد يفوز بهم يعني قد تصيب وقد تخيب مرة. أستاذ أحمد يعني صحيح، ما عدا حد لا تخلو من ما عدا حد يصوت لي يعني شلون يعني. بس انا كنت اتمنى انه المراحل الاخيره تتم عن طريق اللجنه. هو سيدنا خلينا سيد فد راي يعني اخذناه بنظر الاعتبار انه احترام راي الجمهور. راي الجمهور خلينا يعني حصه من الراي انه يبادر ويشاركنا الراي باختيار المتسابقين الثلاثه الاوائل. نعم. حتى لا يتهمش دور الجمهور، الجمهور متابعنا من اول حلقه الى الحلقه الاخيره. اذا صارت مره ثانيه يعني خلوها بحساباتكم، لا تصير مره ثانيه ان شاء الله. إن شاء الله. شكرا. 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 اكيد. وانا اتمنى من المتسابقين اللي ارتبكوا بالبدايه، اتمنى انه يعيدون اكو مقوله تحضرني مره يعني. ثانيه. وايضا اتمنى من صحيح. ابنائي وتاج راسي طبعا هم خدام الحسين انه يهتمون بالزي الحسين، بالزي الحسين شوي يهتمون بي اكثر بعد وكون على ثقه. انا الان تسالني لو تقول لي من الاول اقول لهم كلهم اول وكلهم ثاني وكلهم خامس وكلهم سادس، بس هو لازم يكون اول وثاني وثالث يعني. نعم سيدنا، احب اوصل من خلالك للجمهور ملاحظه مهمه لكل المتسابقين اللي جاي يشاهدونا، العفو الجمهور اللي جاي يشاهدنا، انه بعد عيد الفطر المبارك ان شاء الله راح تتم يعني بدايه الموسم الثاني، راح نبدا نكسب المتسابقين. يا الله بالتوفيق. اكو موسم ثاني ان شاء الله بعد عيد الفطر المبارك، نحن مستعدين لاستقطاب المتسابقين اللي يحبون يشاركون ان شاء الله باذن الله، والتوفيق